السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في الجزء الرابع من درس اوبيراسيون الترتيب والعمليات اذا شفنا في الجزء الثالث اخر مره عطيتكم تمارين لانجاز اليوم هادو اكزرسيس 1 اكزرسيس 2 اكزرسيس 3 اذا هنايا غادي نديرو الحل ديال هاد التمارين اذا نتمنى انكم تكونوا حاولتو تقدمو ولا قديتوهوم وهذا الجزء انكم جيتو باش تشوفو فقط التصحيح يلا نبداو هنا باكزرسيس ان كومباري قلت لكم كومباري لي ريال سويفون ناقص جا مربع سبعة مع خمسة على ثلاثة ناقص جا مربع سبعة اذا هنا كنت قلت لكم إلى عقلت أه حاولوا تقدموا بجوج طرق الطريقة الأولى هي الطريقة اللي كنا شفنا لمقارنه عددين نقارن فرقيهما والطريقة الثانية هي هذيك اللي شفنا آخر آخر مرة صافي يلا هنايا نديروهم باغ دو دو ميثود يلا هنا لا ميثود أن لا ميثود هي لا ميثود الاولى اللي كنا شفنا يلا للمقارنة لمقارنة عددين نقارن بسطيهما آه نقارن اشارتيهما يعني كنقارن يعني كندير هذا ناقص هذا كندير هذا العدد ناقص او لا هذا ناقص هذا راه بحال بحال اللي درتي راه مزيان يلا يعني نديرو هذا العدد ناقص هذا العدد تساوي شحال هي خمسة على ثلاثة ناقص ثلاثة مربع سبعة هنا ناقص في ناقص هي زائد ثلاثة مربع سبعة تساوي شحال هنا عندي ناقص جذر مربع سبعة زائد جذر مربع سبعة عددا اللي هما دو نوم اوبوزي عددا متقابلان اذا المجموع ديالهم هي زيرو كيمشيو شحال بقات لينا بقات لينا هي خمسة على ثلاثة اذا درنا هذا ناقص هذا لقينا خمسة على ثلاثة خمسة على ثلاثة كيفاش دايرة الاشارة ديالها واش بوزيتيف او لا نيجاتيف بطبيعة الحال بوزيتيف اذا اكبر او تساوي من صفر يلا اذا هنا شنو هو الاستنتاج درنا هذا ناقص هذا لقينا عدد موجب بمعنى اش بمعنى كي قلنا بمعنى ان هذا اكبر من هذا صافي دونك اش دونك خمسة على ثلاثة ناقص جذر مربع على سبعة اكبر او يساوي من ناقص جذر مربع سبعة اذا هذا هو الطر... هذه هي الطريقة اللي شفنا في الاول نجيو دابا هنايا لا ميثود دو نديرو لا ميثود دو نطبقو فيها القاعدة اللي شفنا اخر مرة صافي يلا كيفاش غادي نطبقوها قلنا هنايا راه دائما كنستعملو بحال داك النبرهم قلنا عندي اش عندي خمسة على ثلاثة كي دايرة بوزيتيف موجبة بطبيعة الحال خمسة على ثلاثة عدد موجب اش بينا نجيرو هنايا اش بينا نجيرو دونك اوس سي اش اوس سي اذا عندي خمسة على ثلاثة كبر ام او يساوي من صفر بينا نطبقو هذيك القاعدة اللي شفنا اخر مرة القاعدة اللي شفنا اخر مرة اش كتقول كتقول لي يا. او ترى الى إيه زد هنايا الى إيه زد هنا شي حاجه وزد شي حاجه اخرى في الطرف الاخر راه ما كتبدلش ما كتبدلش عندي هاد لي هاد الرمز ما كيتبدلش او لا الى نقصنا هنا شي عدد ونقصنا هنا لشي عدد راه هادي ما كتبدلش ياك هذا الشيء اللي شفنا في بروبريتي 1 بالنسبه فاش درنا هذاك لا بالونس هذاك هذاك الميزان هادشي اللي قلنا قلنا الا كانت ا آه اكبر من بي فان ا زائد سي اكبر او يساوي من من مناش من بي زائد سي او لدينا ا ناقص سي اكبر او يساوي من بي ناقص سي يعني الى زدنا هنا او لا نقصنا نفس الحاجه لهذا الطرف ولهذا الطرف هاد لي نيغاليتي كتبقى هي هي كتبقى هي هي اذا هادشي هو اللي بغينا نديرو هاد المره اش بغينا نديرو انا لاحظت بلي كاين هنا ناقص هذا مربع سبعة هنايا ناقص هذا مربع سبعة بمعنى غادي نقص هنايا جاد مربع سبعة أو نقص هنا جاد مربع سبعة أو لا كنزيد زائد ناقص جاد مربع سبعة زائد ناقص جاد مربع سبعة غتعطيني نيت بحال إلا نقص جاد مربع سبعة صافي ياك صحيحة إذا هادي صحيحة الرمز بقا هو هو يلا إي باغ سويت أش كتسنتجو هنا هي خمسة على تلاتة ناقص جاد مربع سبعة مزيان أكبر شناهي صفر ناقص هادي صفر ناقص أي حاجة هي هاديك الحاجة الأخرى إذا خمسة على ثلاثة ناقص جذر مربع على سبعة أكبر أو يساوي من صفر ناقص جذر مربع على سبع سبعة يا ناقص جذر مربع على سبعة حنا وصلنا ليها شتي نفس النتيجة نفس النتيجة باستعمال طريقتين مختلفتين إذا عفاكم هنا ديما كنتعلمو ديما باش نبقاو كنديرو ديما هاد الطريقة وكنديرو الطريقة أخرى حاولوا ما أمكن ما تديروش بحال دوك الدراكات اللي كيديرو لهادوك البغال حاشاكم باش يشوفوا طريق وحده لا ما تكونوش نتوما هكاك ما تكونوش نهائيا ماشي الطريقه اللي وراك الاستاذ هي الطريقه اللي دي ما خصك دير لا نمشي نجرب هذه الطريقه ونجرب الطريقه الاخرى ونجرب الطريقه الاخرى باش نع... نتعرف على بزاف ديال الطرق ومن بعد نهار الامتحان راه كنختار الطريقه الاسهل طبيعه الحال علاش يعني الطريقه اللي علاش حيت ديك الساعه عندي الوقت اذا كندير بعد ما عرفت جميع الطرق كنختار الطريقه السهله ان العفواكم تجيوا وتخدموا بزاف ديال لي ميثود ما بقاوش منحصرين في ميثود وحده صافي اذا هذا هو بالنسبه ليكزيرسيس 1 هنا طبقنا الطريقه الاولى هنا طبقنا طريقه اخرى يلا يعني بالنسبه ليكزيرسيس 2 جيو هنا ليكزيرسيس 2 هناش قال لي قال لي سو ا و بي دو نومبر غيي ستريكتمون بوزيتيف تيلك هنا دائما هنا هادشي هذا خصو نقرا باش نشوف شنو قال لي اش قال لي قال لي ليكن ا و بي عددان حقيقيان موجبان قطعا ستريكتمو بوزيتيف ستريكتمو يعني قطعا موجبان قطعا بحيث هنا عطاني عطاني الكونديسيون عطاني الشرط يعني او و بي ماشي عطاني لي الشرط اللي هو اش اللي هو هذا ا آه دائما اصغر او يساوي من بي اذا هاد الشرط خصني نعقل عليه ا آه اصغر او يساوي من بي قال لي كو بين ان ا زائد سبعة على ستة اصغر او يساوي من بي زائد 11 يلا تبعوا معايا هنا كيفاش غادي ندير هذه المساله يلا كيفاش غادي هنا عندي ا اصغر او يساوي من بي هنا عندي ا زائد سبعة على ستة اصغر من بي زائد 11 اش بغيت ندير هنا هنا ما قبيله هنا هنا راه زاد سبعة على لهاد الطرف ا آه. اصغر او يساوي من ب ا آه. اصغر او يساوي من ب ولكن هنا هات الطرف شحال زاد راه زاد سبعة على ستة وهات الطرف زاد حداش اذا هنا ما زادش نفس العدد عندك دير ا آه. اصغر او يساوي من ب وتزيد هنا سبعة على ستة وتزيد هنا حداش خطأ علاش خطأ حيت القاعدة شنو فيها خصك تزيد يعني خصك تزيد لهنا نفس العدد وهنا نفس العدد ديك ساكن كنزيدو سي سي كتزيد سي لهاد الجهه زائد سي لهاد الجهه اولا كتنقص ناقص سي لهاد الجهه ناقص سي دائما خصك تزيد اولا تنقص نفس العدد نفس العدد هنا ماشي نفس العدد هنا عندي زيت زائد 7 على 6 هنا زائد 11 اذا ما غاديش نستعمل هذيك الخاصيه الاولى اذا بروبريتي ان ما خدامش ليا هنا نزيد لهنا شي حاجه ونزيد لهنا ما خدامهش حيت هنا هنايا راه كاين هنا, هنا راه زاد جوج حوايج مختلفين اذا بروبريتي ان آه بلا ما تفكر فيها هذه هي الاولى صافي انا قلت لك علاش نجيو لهذيك بروبريتي الثانيه اش كان قال لي في الثانيه قال لي الا كان ا آه صغر من بي وكان سي صغر من دي فان ا زائد سي اصغر من بي زائد دي ياك هي هذيك ايوا نحاولوا نطبقوها هنا يلا أونا أونا دي مش حاجه عندي في المعطيات فاش كنقولك لك يعني عندي شي حاجه من المعطيات قلنا اش شنو عندي في المعطيات عندي معطى واحد اللي هو اصغر يسوي من ب اذا هذه هي اللي غادي نكتب قلنا حيت هذه هي اللي عندي قلنا شنو قلنا يعني شي حاجه عطاها ليا في المعطيات هذه هي الحاجه الوحيده اللي عندي في المعطيات قلنا اصغر او يساوي من ب تري بيان اي يعني. بويسك وبما ان اي بويسك اش اي سبعة على ستة اصغر او يساوي من 11 تخي بيان شتي التخريجه شتي كيفاش دار ليها اش وبما ان سبعة على ستة آه اصغر او يساوي من 11 فعلا سبعة على ستة اصغر او يساوي من 11 حيت سبعة على ستة هي شحال هي سبعة على ستة بتعطيك هي واحد فاصلة شي حاجة هذه 11 هذه باينة يالله صافي بانت دروك هاتي هي ديك بروبريتي دو ا آه اصغر من بي سي اصغر من دي اش بغيت ندير هنا غادي نجمع هاد الطرفين قلنا الرمز كيبقى كي كما هو وغادي نجمع هاد الطرفين دونك اش دونك ا زائد سبعة على 6 اصغر او يساوي من بي زائد 11 جمع هاد الطرفين وجمع هاد الطرفين مع بعضهم هذا الرمز قلنا كيبقى كي هو هو حيت قلنا هذه صالحة فقط بالنسبه للجمع شتي يكون كان مثلا هنايا زائد هنايا ناقص ما من حقيش ندير هادي علاش ماشي ما منحقيش هنا يقدر ندير هذه زائد ناقص هذه ما كاينش اشكال صافي ولكن باش ندير هذا ناقص هذا لا ندير هذا ناقص هذا لا حيت قلنا ناقص ما صحيحاش فيه صحيحه فقط بالنسبه للجمع صافي اذا المساله بانت شتي اذا كان ساهل فقط كان غير طرد البال واحد شويه و وغادي تبان لك انا نشوف هنا اكزرسيس 3 اخر اكزرسيس قال لي سوا ا آه و بي دو نومبر هي ستريكتومون بوزيتيف تلك بحال هنا يعني هنا هاد الشرط هاد المره اش قال لي قال لي بي اكبر او يساوي من ا آه. هنا قال لي ا صغير يساوي من بي هنا قال لي بي اكبر او يساوي من ا آه. مونطري كو انا قيس جذر مربع جوج جذر مربع خمسة أصغر او يساوي من بي زائد جذر مربع جذر سبعة زائد ثلاثة يلا قلنا قلنا اش شنو عندي عاوتاني قلنا اش في المعطيات ايه بي اكبر او يساوي من ا آه. هيا سيتادير اش كتعني بي اكبر او يساوي من ا آه. سيتادير اش بي علاش حيت هنا اش عطاني في المعطيات عطاني بي اكبر او يساوي من ا آه. ولكن اش قال لي مونطري كو اش من رمز عندي هنا اصغر او يساوي اذا هنا عندي اكبر او يساوي هنا عندي اصغر او يساوي اذا هذا خصني نردو حتى هو اصغر او يساوي اشنا بي اكبر او يساوي من ا آه. بمعنى اش بمعنى ا آه أصغر او يساوي من بي هي هذيك اشنو هي هذا اكبر من هذا بمعنى ان هذا صغر من هذا شتو ها حاجه بسيطه كتعطيني معلومات كثيره شي حاجه بسيطه ثلاثة اكبر من جوج يعني ان جوج اصغر من ثلاثة بحال بحال الا قلت لك ثلاثة اكبر من جوج بحال الا قلت لك بلي جوج صغر من ثلاثة راه بحال بحال هي هادي اللي درت هنا بي اكبر من ا يعني نيت بلي ا اصغر او يساوي من بي بحال بحال يلا هنا رديتها ا اصغر او يساوي من بي بعدا عندي نفس الرمز هنا يلا اش بغيت ندير هنايا تخي اش قال لي قال لي عندي ناقص جذر مربع حيت هنا اش كاين كاين ناقص هنا ناقص هذه هذا عدد سالب انا يعني ما نمشيش ندبز مع هذا الشيء جذر مربع جوج جذر خمسة وجذر م... بلا ما ندبز مع هذا الشيء هنايا كاين عدد سالب هذا عدد موجب إذا دائما حيت كاين ناقص هنا دائما عدد السالب أصغر أو يساوي من عدد الموجب دونك دونك أش أش غادي نجي ليهم غادي نجمعهم راه غادي نجمع ماشي غادي نطرح حيت قلنا الطرح راه ما غادي نجمع هذا زائد هذا إذا هي أش هي أ آه ناقص تخي طيب يعني علاش حيت أ آه زائد ناقص زائد مربع زائد ناقص هي ناقص هادي هكا غادي نجمع بي زائد اذا جمعت هاد الطرفين وجمعت هاد الطرفين هنا اذا الرمز كيبقى هو هو ولقيت الحل ديالي شفتو اذا صراحه المسائل ما هي شويه ديال التركيز ونحل عقلي شويه غير هنا عندك آه تلف هنا راه ماشي درت ا آه ناقص راه درت ا آه زائد عاد نقصت حيت هذا العدد كله عدد سالبي اذا هنا بحالي ا آه زدت هنايا زائد عدد سالب زائد في ناقص هي ناقص ديريكتومون صافي درا فورصك راه غتبان ليك بسيطه اذا هادو هما التمارين بالنسبه لهاد لود اي لاديسيون الشيء هو اللي كاين اذا نخليكم هنايا باش تشوفوا هاد التمارين هادو تعاودوا تصحوهم وتعاودوهم عاودوهم ثاني خرجوهم بوحدكم وفي الجزء الاخر غادي نشوفوا عاوتاني بالنسبه للجداء وبالنسبه للقسمه لأ... بالنسبه للمقلوب وداكشي دونك نخليكم تعودوا هذا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته